تحزنوا ولا تهنوا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين أمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم إذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تطوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا حسبك ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل عند الله عزا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا لقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربين كثير فما وهنوا لما أصابهم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان قرآن من يخاف وعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah. Pada jahat, aku bayi nak pun nak aku pun. Hari ini nak aku pun bayi nak pun ayah nak pun nak pun. Di arti lahir walau nasuh habis suriam.